السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للقرار الصادر من المملكة العربية السعودية الخاص بالطيران الدولي، القرار طلع فيه شقين، أنا هفسره لأن هو فيه بس بعض الخلط وبعض يعني الناس كتير ممكن ما تفهمش المقصد من القرار. عندنا القرار واضح في شقين، شق هيبدأ من 15/9 اللي هو 27 محرم يوم الثلاثاء، وشق هيبدأ من 1/1/2021. طيب أنا هقسمه كده على حسب الفئات الموجودة في المملكة واللي خارج المملكة عشان الناس تفهم. المملكة وضحت الفرق بين المواطنين والمقيمين والخليجيين والناس اللي هي الدول الأخرى. طيب لازم تفرق القرار فيما يخص الفئات المختلفة دي. طيب بالنسبة للناس، أولا بالنسبة للناس المقيمين اللي نزلوا خروج وعودة قبل أزمة الكورونا ونزلوا خروج ومش عارفين يرجعوا العودة، دول ابتداء من يوم الثلاثاء اللي هو 15/9 يقدروا يرجعوا، مفيش أي مشكلة. تمام، يبقى خروج وعودة يقدروا يرجعوا في أي وقت. تمام. طيب بالنسبة للناس اللي موجودة داخل المملكة، أنا بتكلم عن المقيمين، بالنسبة للناس الموجودة داخل المملكة يقدروا يطلعوا خروج وعودة؟ لا، هيقدروا يطلعوا خروج مفيش مشكلة، بس العودة بتاعتهم مش هتبقى قبل 1/1/2021. تمام. طيب ايه اللي هو الموضوع اللي هو يوم الثلاثاء 15/9 ده؟ بالنسبة للمواطنين يقدروا يطلعوا ويرجعوا مفيش اي مشكلة عليهم ابتداء من 15/9 المواطنين اللي هم السعوديين. تمام. طيب وكمان الخليجيين، يعني الموضوع للمواطن السعوديين والخليجيين. تمام. اذا الموضوع اللي هو 15/9 خاص بالمواطنين والخليجيين والمقيمين بس، خروج بس لغاية 1/1/2021. هنا لو وضحنا ان القرار بيقول السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر، من المواطنين بالسفر الى خارج المملكة والعودة اليها وفق ضوابط واشتراطات معينة، ده رقم واحد. معنى كده ان هو خاص بالمواطنين اللي هو ابتداء من 15/9 15/9 اللي هو يوم الثلاثاء. طيب بعد كده رقم اثنين، السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي اللي هو دول الخليج. اذا كده المواطنين ودول التعاون الخليجي. طيب رقم ثلاثة، السماح بدخول غير السعوديين عن الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة او عمل او اقامة او زيارة، الناس اللي هي خرجت اثناء ازمة كورونا او قبل ازمة كورونا ومعاها التأشيرات بتاعتها سريع الخروج والعودة او عمل او اقامة يقدروا يدخلوا. تمام. طيب علشان الناس دي اصلا كانت معلقين وكانت الدولة بتمد لهم التأشيرات بتاعتهم لو حد متابع الفترة اللي فاتت. رابع حاجة والاخيرة، رفع التعليق جزئيا عن رحلات الطيران الدولي. اذا هنا ما ذكرش الناس اللي عايزة تخرج من المملكة ذهاب وعودة وترجع قبل 1/1، معنى كده ان الموضوع ده لا ينطبق عليهم. معنى كده ان حضرتك لغاية 1/1 انت موجود في المملكة، عايز تروح هتروح بس مش هترجع قبل 1/1. تمام. اذا هنا الموضوع الخاص بتاني الخاص ب 15/9/2020 هو فيما يخص المواطنين السعوديين والخليجيين. اتمنى اكون افدت حضراتكم. طبعا يعني تذكير بس باستثناء الموظفين او العاملين في قطاع التعليم اللي هو المعلمين والهيئات او الكوادر الطبيه اللي هم اصلا كانوا مستثنين في فتره الكورونا قبل صدور القرار ده، فدول يقدروا طبعا حتى لو يقدروا يروحوا يرجعوا قبل شهر واحد مفيش اي مشكله. تمام. اتمنى اكون افدت حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.